اي حد بيسمع اسم بورش بيجي في دماغه بقى العربيات الجي تي 2 والجي تي 3 والعربيات ال 911 والتربو اس والحاجات دي كلها. صعب قوي ان انت تقول لحد بورش يجي في دماغه عربيه اس يو في، تحس ان الموضوع غريب كده، في حاجه ويل، انت فاهمني؟ لكن بورش لما يقرروا ان هم ينزلوا عربيه اس يو في بتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ورايا ده، عربيه بصراحه ولا الاوبشنز اللي فيها ولا الموتور اللي فيها يقول لك انها عربيه عاليه تقدر تخرج بيها انت ومراتك وعيالك كل يوم، تقدر توصل مدرسه، يعني ممكن تعمل كل ده، بس هيبقى فيه سنة إحساس رعب شوية، وهتعرفوا معانا ليه لما تشوفوا الموتور اللي على العربية دي. تعالوا كده إيه نتفرج على الموتور اللي على العربية دي، أقول لكم الأوبشنز اللي في العربية دي. العربية اللي معانا النهاردة هي بورش جي تي إس. العربية دي بقى علشان كده قلت لكم إنها ما ينفعش تبقى عربية عائلية، هم منزلين العربية دي بنفس الموتور اللي بينزل في لامبورجيني أورس، وهو موتور في 8، موتور 8 سلندر 4000 سي سي زي ما انتم شايفين. المكنه دي بقى مطلعه 480 حصان وحوالي 380 نيوتن تورك، يعني طبعا ارقام زي دي انت تخاف اصلا ان انت تمشي بالعربيه دي لوحدك، مش هقول لك بقى تبقى عربيه عيله. ويعني زي ما انتم شايفين حجم المكنه، المكنه حجمها كبير. طيب خلونا ناخد فكره عن شكل العربيه. العربيه زي ما انتم شايفين العربيه فور دورز، عربيه اس يو في، عربيه حجمها يعني كبير ما شاء الله زي ما انتم شايفين. تعالوا ناخد فكره عن الجنط اللي معانا، جنط مقاس 21، طبعا الكاليبرز الشهيره والبريك الكبيره جدا بتاعت بورش زي ما انتم شايفين، حاجه ضخمه جدا. العربيه فيها فتحه سقف كامله، يعني فتحه سقف البانوراما الكامله. العربيه فيها سبويلر كده صغير زي ما انتم شايفين من هنا اهو، حاجه سبويلر ده كده شكله لذيذ، مدي شكل العربيه. اكيد طبعا بورش طالما حطوه يبقى ليه علاقه كبيره جدا بالايروديناميك بقى والقصص دي، يعني مش هيبقوا حاطوه منظر كده بنسبه 100%. يعني شكل العربية زي ما انتم شايفين، العربية دي لونها اسود، لون لايق قوي بصراحة مع العربية، ولون شكله حلو، يعني مدي العربية حقها. ده ظهر العربية، ظهر العربية تحسه شبه الاستون مارتن سنة بسيطة صغيرة، يعني مش عارف، انا حاسس، انا مش متأكد يعني اهو، عارف بس ايه فرجكم على ظهره. ده ظهر العربية تحسه الحتة الفانوس المسحوب ده تحسها استون مارتن بيتهيألي يعني. طبعا ده الاكزوست اللي معانا، انا اسمع صوته في اخر الفيديو على السبورت بلس، سمعكم حاجة محترمة قوي. بس ده كده شكل العربية باختصار، مش عايز ادخلكم في تفاصيل والعربية دي طولها كام والحاجات دي، احنا ايه جايين بنتفرج كده على العربية سوا. بس خدتكم لفة كاملة كده على العربية، تعالوا بقى ايه نخش كده نقعد جوه العربية نفرجكم عنها من جوه. طيب دي البورش الجي تي اس من جوه. العربيه من جوه واسعه جدا زي ما انتم شايفين. اول حاجه الفرش اللي معانا ده فرش سوفت. هنا الفرش اللي فوق فرش الكانترا. الطاره بتاعت البورش البريميوم طبعا تحسسك ان انت في حلبه سباقات، مش ماشي سايق عربيه في الشارع عادي. في بقى حته هنا المفتاح بتاع البورش، دايما هتلاقي العربيات البورش كلها المفتاح هنا، لانها العربيات البورش عموما قايمه على فكره السباق، فالمتسابق هو بيركب بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يوفروا في الوقت، فمخلين له المفتاح على الشمال. تعالوا كده ايه نفتح الشاشه بتاعت العربيه. ايه بس خلاص فتح زي ما فتح، انت كنت لسه هتقوم لها دلوقتي. طيب الشاشه بتفتح ايه؟ مش صبر، الصبر شويه وقت تفتح ان شاء الله. دي ساعه دي؟ ها لا دي مش صعبه بجد؟ امال ده ايه؟ ده هي دي الساعة اللي هي الديجيتال. تمام. بعد كده دي حرارة حاجة، مش فاكر دي حرارة ايه بصراحة. يعني مش ساعة؟ لا مش استنى والله، بركبش غير عربيات متعدية لو كده تلاقي العربية دي مستغربة شوية. طيب العربية عايزة بنزين؟ ما علينا. بصوا بقى، أهم حاجة أنا عارف إن أنتوا عايزين تعرفوها المودات بقى بتاعت السبورت والسبورت بلس والكلام ده كله. كده العربية عادي كومفورت كده، تيجي تعمل كده العربية بقت سبورت. لا أنا عايز أوريها لكم من هنا. عايز ايه نط؟ معلش يا جدعان والله، يعني انا اسف الجهل الوحش، انا عارف. نعمل كده ندوس على الكار. الدرايف مود بقى. بص ركز بقى معايا في الحته دي، احنا كده كوم. الله مش هينفع كده. عذرا عذرا. طب ايه الحوار ده ايه؟ هو ده بقى اللي احنا خدناه من عربيه البورش. عرفت بقى انا مش عايز اركبها؟ مش خليها انجلش. ماشي نيكست، يا رب نلحق قبل ما تقفل. اكيد في حاجه احنا مش فاهمينها اهو. كده احنا كومفورت، كده العربيه بقت سبورت، كده العربيه سبورت بلس، كده لا كده انديفيديوال. انديفيديوال دي بقى انت قلت لي تراك يعني يعتبر هي دلوقتي ماشيه في التراك، يعني غباء طبعا. الثمانيه سلندر كلهم بيقعدوا يسقفوا مع بعض بقى، وال 480 حصان بيخرجوا يجروا سوا، بيتسابقوا كلهم.
كل ده بقى متوصل بفتيس 8 آلات فتيس ستيبترونيك زي ما انتم شايفين. في طبعا في العربيه ما شاء الله اوبشن رهيب يعني. بص والله انا مش عارف اي حاجه، خلونا نفتح كده ونشوف. دي بتهيألي جي بي اس، دي جي بي اس، نخرج تاني، احنا مش عايزين ايه نتطور. دي الميديا عارفينها، وده الفون لو عايز تكلم حد. دي الكار اللي احنا لسه فاتحينها، الدرايف مود والسبورت، ده الاكزوست، ده الحراره بتاعه العربيه، ده تكييف مش كده؟ تمام، فينا لقيت حاجه انا عارفها، ده التكييف. تمام، دي الزراير كلها بتاعه التكييف، الحته دي كلها بتقعد تعلي بقى وتوطي وكده. هنا يعتبر العفشه بتاعه العربيه، وهنا طبعا التراكشنات. دي فرام اليد، فرام اليد كهرباء. الميديا بقى هنا، والفون لو عايز ترد على حد يعني. ايه كل دي حاجات تخص الاوبشنز بتاعت العربيه. انا عملت ايه بدر؟ انا اخرج تاني. طيب دي السيتنج بتاعت الشاشه بتهيالي هي بس يعني. دي العربيه واسعه زي ما انتم شايفين. طبعا هنا في اوبشنز برده في البيبان، هنا في اوبشن كتير في الطرف. العربيه فيها بقى فتحه سقف مميزه جدا، فتحه سقف بانوراما زي ما انتم شايفين. دي بقى بتتفتح منين؟ ما بتتفتحش بجد يعني. طب فتحه السقف دي بقى ما بتتفتحش، هي مش مسماش فتحه يعني، سقف ازاز. ده بانوراما. بانوراما بس، خلاص بانوراما بس. تمام. فرش العربيه لونه احمر، دي حاجه يعني بوينت حلوه جدا في العربيه. عايزين بقى ايه نصور. ايوه كده، العربيه من ورا، العربيه من ورا تشيل مثلا حوالي 4 مرتاحين. ما انا مش عارف اللي بقوله ده يعني، ولا كاني بعرض تسان. طيب العربيه جميله يعني، بجد العربيه جميله، ربنا يوعدنا كلنا. احنا هنا مساحات تخزين، كل دي بقى ايه مساحات تخزينه يعني، ملهاش لازمه يعني. انا مش شايف ان هي اصلا عربيه تصلح ان انت تمشي بيها كل يوم، ولا عربيه يركب حد فيها حد غيرك والله. بس يعني دي العربيه يعني، ما انا عايز اطول، مش عايز انزل منها بصراحه يعني. في حاجه ثانيه ممكن نقولها؟ تيجي نعيد الفيديو ثاني؟ طيب يعني انا عايز اطول قد ما اقدر بصراحه. بس يعني بس تتكلم عن الشفط. شفت ايه؟ بص هوريك، افركوا دلوقتي حركه. دلوقتي البيبان اللي احنا متعودين عليه، انت بتشد وترزع وتعمل رجلك كده، لا ده انت ممكن تجيبه كده. بص قفل كده، هو قفل. تكنولوجيا يعني، ما شاء الله تكنولوجيا. انت قلت لي بس العربيه دي كام؟ العربيه دي غاليه يعني. يعني 10 مليون ونص يعني؟ 10 ارانب. طب ننزل بقى؟ ايوه ننزل، يلا بينا. السلام عليكم.